هذا وقد أعلنت تركيا مصرع أكثر من 1600 شخص جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، إضافة إلى أكثر من 8500 مصاب. وقال مسؤول بإدارة الكوارث التركية إن فرق الإنقاذ وصلت إلى جميع المناطق المتضررة من الزلزال، مشيرا إلى استمرار عملية التعزيزات للبحث عن ناجين وإغاثة المنكوبين، وأكد أن حصيلة الضحايا ليست نهائية. وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب منطقة يازرجيك بمحافظة كهرمان جنوب تركيا على عمق 7 كيلومترات، ما أسفر عن انهيار وتصاعد آلاف المنازل والبنايات.